لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ففقدنا الدعوة السلفية في مصر وفي العالم علما وقائدا ورائدا ورمزا من رموز العمل الإسلامي، الشيخ محمد عبد الفتاح أبو إدريس رحمه الله تعالى، الذي وافته المنية في يوم العيد، عيد الفطر الماضي 1 شوال 1445 10/4/2024. هذا الرجل الذي فقدناه رحمة الله تبارك وتعالى عليه رجل مؤسس أو من المؤسسين للدعوة السلفية مع رفاقه حفظهم الله تعالى، الشيخ أبو إدريس. الناس كتير ما يعرفوش، كان أمير للجماعة الإسلامية في كلية الهندسة في زمانه، وكان في الجامعات في نشاط طلابي قوي تحت اسم الجماعة الإسلامية في كل الجامعات، هي الطلبة الملتزمين الدعاء اسمهم الجماعة الإسلامية في كل المحافظات، واشتغلوا وكسبوا الحمد لله أرضية. لكن بمرور الأيام بدأت الجماعة الإسلامية اللي في الجامعات والكليات تستقطب، يعني جماعة الإخوان المسلمين بدأوا يخشوا يتعاونوا مع الجماعة الإسلامية ويضموهم لجماعة الإخوان. في الوقت ده عدد من الشباب ما وافقوش على الخط ده، ما رضيوش، قالوا الجماعة الإسلامية تفضل جماعة إسلامية بعيد عن الاستقطابات الخارجية. من ضمنهم الشيخ أبو إدريس، الشيخ محمد إسماعيل، الشيخ أحمد فريد، الشيخ سعيد عبد العظيم، الشيخ ياسر برهان، الشيخ أحمد خطيبة وغيرهم. فانفصلوا شوية عن الجماعة الإسلامية دي، إن خلاص بقت يعني إيه، خدت اتجاه تاني، وعملوا لنفسهم خط جديد سموه المدرسة السلفية، وقعدوا يعملوا محاضرات وندوات ودروس بمنهج جديد، المنهج السلفي وقواعد المنهج السلفي هنتكلم عنه كمان شوية، بقى منهج جديد وما رضيوش بالطريقة القديمة، منهج بقى الكتاب والسنة والأدلة والاستدلال والسنة ومحاربة البدعة والتركيز على العقيدة ومحاربة الشرك تزكية النفس، مسائل قواعد المنهج السلفي ما كانتش معروفة كتير في الأيام دي، وهم خدوا الجانب ده وبدأوا ينشروا بقى العقيدة الصحيحة، تركيز على قضايا الشرك والكفر، تركيز على قضايا الإيمان، تركيز على قضايا الاتباع، اتباع السنة ومحاربة البدعة، تركيز على قضايا تزكية النفوس، تركيز على يعني قضايا مناهج الاستدلال
التركيز على قضايا كتيرة جدا كانت مهجورة، فركزوا في الجنب ده وعملوا اتجاه اتسمى المدرسة السلفية. حد من اخواننا المجتهدين جزاه الله خير بيقول للشيخ ابو ادريس انتوا خدتوا الاتجاه ده ازاي؟ عرفتوه ازاي؟ كيف خصصتم بهذا المنهج؟ وكيف تميزتم فيه؟ جالكم منين الموضوع ده المنهج ده؟ فالشيخ ابو ادريس قال له جاءنا من الله به علينا من حيث لا ندري ولا نحتسب، من عند ربنا. عجيب الرد ده، قالوا من عند ربنا، ربنا ألهمنا ان احنا ناخد المنهج ده، ثم بقراءاتنا تعضد عندنا هذا المنهج. بدأوا يقروا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كتب أهل العلم، فاترسخ عندهم هذا المنهج ومشيوا. وبعدين حسوا ان المسؤولية ضخمة، المنهج ده الحق ده لازم يتنشر، لازم يوسعوه، لازم ينشروه، لازم يوصلوه لأكبر عدد. فبدأوا يتحركوا داخل الجامعات وبعد كده في المحافظات علشان ينشروا المنهج الحق، المنهج الجديد ده. فبدأوا يسافروا في المحافظات ويعقدوا الندوات والدروس ويخطبوا، لحد ما انتشر المنهج السلفي. وبدأوا لأسباب متعددة ينقلوا التسمية، بدل ما كان اسمها المدرسة السلفية سموها الدعوة السلفية، وانتشرت الحمد لله ووصلت محافظات كتيرة وأماكن كتيرة جدا وبلاد، طلعت من بره مصر راحت حتت كتيرة جدا في كل العالم على دين مين؟ اللي قلت لكم اساميهم والتاني ناس اخرين كانوا معاهم. ازاي؟ بالحركه، بالنشاط، بعلو الهمه، بالتنقل، بالتعب، راحوا في كل حته. الاخوه المؤسسين راحوا، اللي راح شرق واللي راح غرب، واللي المساجد كانت لسه الصحف بتاعتها بدائيه، الناس دي الدعوه دي التعب فيها، ناس قضوا اعمارهم من ضمنهم شيخ ابو ادريس بس الطريق اخر. انا قلت امثله والا الامثله كثيره جدا، الشيخ محمد اسماعيل وكان بيسافر القاهره كتير، الطلبيه دي مشهوره يعني شهره ثانيه. كان الشيخ بيروح بيدي محاضرات وندوات ولقاءات، راحوا في كل حته، الشيخ احمد فريد والشيخ ياسر والشيخ محمد اسماعيل والشيخ سعيد عبد العظيم وكل الشيوخ راحوا في الدعوه دي، وترعرعت وكبرت وانتشرت والحمد لله. الشيخ ابو ادريس خد خط تاني، خط الاداره، خط ما كانش بقى له في الخطب والندوات، هو له في البحث العلمي والتحقيق العلمي وكتابة بعض الأبحاث والكتب. وبعدين اختاروه في الإدارة عشان يبقى هو المدير، وبعدين هو كان أمير الجماعة الإسلامية في كلية الهندسة، فقالوا كلمة أمير دي بلاشها، هتعمل لنا مشاكل وحاجات زي كده بلاشها. أمال فالشيخ محمد اسماعيل قال نقول عليه القيم، من زمان كان يبقى المدارس العلميه المدير بتاعه يسموه قيم، قيم المدرسه قيم المدرسه الجوزيه، قيم المدرسه الكذا، قيم المدرسه. فقال ايه؟ يبقى المدير بتاعنا بدل ما نسميه امير نسميه ايه؟ قيم. وتم انتخابه الشيخ محمد عبد الفتاح ابو ادريس قيم للمدرسة السلفية أو للدعوة السلفية، يعني رئيس الدعوة السلفية بقى هو الرئيس لحد ما مات.
كم سنة؟ 50 سنة. 50 سنة إدارة، 50 سنة قيم وأخلاق عالية وذوق. الشيخ محمد إسماعيل بيقول أنا أول ما عرفته اللي عرفني بيه واحد، قال أنا ما عرفته في الأول كان أنيق في ملابسه، بيلبس يعني بيلبس، وكان يروح الأماكن الغالية ويروح الشاب بقى بيلبس وبرضه شايف نفسه وبين التزم وسلك الخط السلفي وكده، بقى الشيخ أبو دريس. الشيخ أبو دريس رحمة الله عليه قعد في الإدارة إلى أن مات يوم العيد. أخلاقه عالية، حازم، إدارجي، ذكي، وحاجات كتيرة يعني. وأنا يعني بفضل الله عرفته عن قربه وتعاملت معاه كتير زمان، طبعا الدكتور أحمد كله يعني، واللي اتعاملوا معاه حبوه واحترموه وهبوه، انه له وقار وله هيبه، كلامه قليل بس كلام قوي. مش هتكلم كتير عن الشيخ ابو ادريس، عايز اتكلم عن حاجتين يتعلقوا بيه بوفاته او بموضوع عموما. يوم العيد يوم ما مات رحمه الله عليه، وطبعا ده قيمنا، وبقى بعد كده بقى اسمه ايه؟ رئيس الدعوة السلفية، رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، وبعد كده بقى اسمه رئيس مجلس إدارة جمعية الدعاة، اتسمت إيه؟ جمعية الدعاة. هو رئيس مجلس الإدارة، هو القيم، رئيس الدعوة السلفية، قيم الدعوة السلفية رحمة الله عليه. يوم العيد أنا بقلب الصبح قبل الدور كده، لقيت حد كاتب يعني الشيخ أبو دارس أو أبو دريس حاجة زي كده ايه في ذمة الله. انا قلبي وكلني قلبي وقع، لانه كان مريض مرض في اخر شهر رمضان وربنا شفاه وبين رجع عمير الثاني المرض الاخير يعني. لا بس قلت الكلمة دي هي جاية عليه. قعدت ابص في التعليق بتاعت الاخوة، لقيت هو يا طبعا صدمة. شيخ ابو دريس احنا بنحبه حب عميق، حب جوه القلب كده، ممكن الانسان ما يقولوش انا بحبك او، بس من جوه اللي اتعاملوا معاه حبوه، تعلقوا بيه جامد يعني، شخصيه ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا عايز اختصر لك عشان الله. وانا بقرا في التعليقات لقيت واحد بيقول ايه؟ مين الشيخ ابو دريس؟ فالصاحب البوست بقى قال له ده خير، ده الرئيس بتاعنا، ده رئيس مجلس اداره الدعوه السلفيه، ده رئيس مجلس اداره جمعيه الدعاء، ده يعني شيخنا. قال له انا بقالي 20 سنه ما سمعتش الاسم ده، ما اعرفوش. لحد كده ايه انا الكلام ماشي معايا، لان في كتير من الاخوه ما يعرفوش، ما شافوش قبل كده خالص، هو ما بيخطبش، ما بيديش دروس وندوات، هو في الإدارة ما بيحبش يعني الظهور، في ناس كتير ما يعرفوهوش ولا شافوه لحد كده. الموضوع إيه؟ يعني أنا عارف يعني، لكن بدأ الأخ يقول له أنت ما تعرفوش عشان هو إيه؟ قليل الظهور، ما بيظهرش كتير، ما بيخطبش، ما بيديش ندوات كده. فلقيت الأخ مش يسكت، أنا هذا قرار خاطئ بتاع الشيخ أبو دريس، ازاي ما يخطبش؟ ازاي ما يديش ندوات؟ هذا القرار كان خاطئ، احنا اتحرمنا من علمه. بس كده وانتهى الموضوع. بس قعدت اقول ايه يا خبر، انت يا اخ انت هتقول على الشيخ ابو دريس قراره خاطئ؟ هو انت اللي هتغلطه؟ انت اللي هتغلطه وانت اللي هتصوبه وانت اصلا ما تعرفوش ولا تعرف اسمه ولا شفته، وبعدين تقول القرار ده كان قرار خاطئ؟ لما توارى عن الانظار واحتجب يعني عنه. انا الموضوع ده هو حبيت اقوله معاكم، لان انت ممكن تعمل كده،
ممكن تعمل كده تبتدي تغلط وتصوت. مش الشيخ ابو ادريس، غيره بقى، غير الشيخ ياسر غلطان في كذا، وانت والشيخ محمد اسماعيل غلطان في كذا في القرارات، والشيخ سعيد عبد العظيم غلطان في كذا، والشيخ احمد فريد. هتبتدي انت تقول وتحكم على الشيوخ زي ما الاخ قال، ده كان قرار خاطئ، منعنا من الانتفاع بعلمه. انت بتعمل كده؟ اوعى. موت الشيخ ابو ادريس طبعا مصيبه، خساره طبعا للدعوه، ابناء الدعوه. بس نكسب من الموضوع ده ان اوعى تحط نفسك ان انت تحكم على المشايخ، مش انت اللي هتحكم. الشيخ ابو ادريس كان قراره خاطئ، صحيح الاخ كان نيته حلوه، بيقول يعني كده حرمنا من علمه، حرمنا من علمه جزاه الله خير، بس الطريقه غلط ان هو يتجرأ ويتهور ويبتدي هو اللي ينصب نفسه حاكم على قرارات الشيخ واختيارات الشيخ. ده غلط في كذا، القرار ده كان خاطئ، غلط، اوعى تعمل كده. ده درس بقى عملي وتربوي المصيبه اللي حصلت. اوعى تعود نفسك على كده، لا مع الشيخ ابو ادريس ولا مع بقيه المشايخ ولا حتى في البيت ولا حتى مع الناس. انت تقعد هتغلط ده وتصوب ده وتصحح لده. وانت عارف افتكرت مين؟ اخوه سيدنا يوسف. غلط ابوه، قالوا ايه؟ لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصر، ان ابانا لفي ضلال. ايه؟ ابونا غلطان، ما حسبهاش صح، احنا عصبه ويوسف واخوه قليل، المفروض يحبنا احنا ايه اكتر. قالوا لا يوسف واخوه احب الى ابينا ايه من ونحن عصبه، ان ابانا لفي ضلال مبين. قعدوا يحكم على ابوه، ابونا غلطان. الله الله الله، زي اللي قال للشيخ ابو ادريس غلطان. انت هتعمل كده؟ اوعى. ليه قلت لك الكلام ده؟ اهو درس، وفاه الشيخ ابو ادريس مصيبه كده، بس ايه؟ او الاخ قال الكلمتين دول ويوم العيد بقيت مهموم، مهموم من موت الشيخ ومهموم من طريقه الاخ في الحكم. قلت يا خبر، ممكن يكون حد غيره عايز يقول الكلمتين دول وما تجرأش يقوله، والاخ اتجرأ. اوعى انت كمان تكون عندك الجرأة دي وتقول بقى مش الشيوخ الكبار، حتى شيخك في الجامع، شيخك في الحلقة، شيخك في المقرأة، شيخك في الدار، شيخك في الدرس، الشيخ بيغلط في كذا، الشيخ غلطان في كذا، الشيخ تشوف القرارات والاجتهادات. المسائل الشرعية ماشي، مش انت اللي هتغلطه. لو غلط في مسألة شرعية يبقى تجيب اللي ردوا عليه في المسائل الشرعية، ده موضوع تاني. بس اجتهاداته وقراراته واختياراته مش ماشية مع ذوقك انت. الموضوع ده ليه بقوله؟ لأن تعرضنا له سابقا، بعض الإخوة اللي اعترضوا على قرارات الحزب وغلطوها، وبيعترضوا على قرارات الدعوة ويغلطوها، زي الأخ اللي قال لك الشيخ أبو إدريس أخطأ في قراره إيه؟ الابتعاد عن الخطب والدروس. ينفع كده؟ أوعى تعمل كده. هذه مصيبة حلت بينا وربنا يجرنا فيها ويخلف لنا خير منها. وخد بينا درس بقى من الاحداث بعد كده. الشيخ ياسر حفظه الله تعالى بقى هو رئيس مجلس اداره الدعوه السعوديه، رئيس مجلس اداره جمعيه الدعاء مكان الشيخ ابو ديس، والنائب الشيخ شريف الاوائل. ندعي لهم ربنا يوفقهم ويلهمهم الصواب والسداد والرشاد، لان هم دول اللي سيئين بينا، قرارات واختيارات مع مجلس الاداره يختاروها ويجتهدوا فيها كده، واحنا معاهم، ما احنا كيان واحد، احنا عمل جماعي. فندعي له الشيخ ابو ادريس، ندعي له ان ربنا يتقبل منه
اللي عمله وكان جاد يتابع كل حاجة بنفسه، ويتابع مش يقول يختار حاجة ويسيبها، يتابع لحد يعني ما شاء الله عليه. فده درس ما تنسوهوش. الدرس الثاني برضو من وفاة الشيخ أبو دريس بقى، وناخد الماضي والحاضر. الشيخ أبو دريس والمجموعة ديت وكان معاهم آخرين حقيقة يعني، منهم اللي مات برضو ومنهم اللي لسه عايش ومنهم اللي بعد، من المؤسسين يعني، من المؤسسين. زي ما قلت لك الناس بتعبوا، والدعوة دي التعب فيها، الدعوة دي التعب فيها. الحمد لله فكرة التكفير راح وبقيت الدعوة السلفية، كان في اتجاهات كبيرة جدا وبقيت الدعوة السلفية وانتشرت وعمت وراحت وجت. الحمد لله الدعوة دي التعب فيها. الشيوخ بيقول لك اللي يتخبط عليه ويقوم في أي وقت ويطلع عشان يناقش الناس ويكلم الناس ويحارب فكرة التكفير وغيره. كل شيخ من الشيوخ له مواقف مش وقتها، بس عايز أقول لك الدعوة دي وصلت لنا بتاعها. طيب السؤال بقى اللي أنا عايز يعني الموضوع اللي عايز أوصله لك، الناس دول نشروا الدعوة دي إزاي؟ بالحركة. ده اللي أنا عايز أقوله لك بقى، إن هم طلعوا من الجامعة راحوا المسجد، وطلعوا من المسجد راحوا المحافظات، وطلعوا من المحافظات سافروا دول بره لحد ما انتشر المنهج ده. لأن الدعوة دي سبب انتشارها أسباب متعددة، منها إيه؟ الحركة. وده اللي طالبه منك، الحركة، إن إحنا اللي نروح للناس نعمل محاضرات، نعمل ندوات، نعمل دروس، إحنا اللي نروح للجيران وللقرايب، إحنا نتحرك المدارس والمعاهد والكليات إحنا اللي نروح. يا رب حد فيكم يطلع زي الشيخ أبو دريس. فكرتوا في كده؟ يا رب حد يطلع زي الشيخ محمد إسماعيل، زي الشيخ سعيد عبد العظيم، زي الشيخ أحمد فريد، زي الشيخ أحمد حطيبة، زي الشيخ ياسر، زي بقية الشيوخ. ممكن؟ حد فيكم همته تيجي لكده؟ هم عملوا ايه؟ ذاكروا؟ حفظوا الكتب؟ الشيخ ياسر بيحكي بيقول كان في الترمار، في الترمار بيقرأ مع الشيخ أحمد حطيبة كتاب رياض الصالحين، صحيح مسلم، فقه السنة، في الترماي. الترماي اللي اسمه ايه المتر بقى دلوقتي، ولا اسمه ايه؟ الترام. الترام مع بعض كده ورايحين المدرسة ثانوي، بس يمكن قبل الكليات. ذاكروا مع بعض وراجعوا مع بعض واهتموا بالعلم، وكان عندهم همة عالية وعزيمة قوية. فاللي عايز اقولك ايه، خلي عندك همة عالية، ادرس، احفظ، راجع، اتحرك، روح، عشان الدعوة دي وصلت لنا كده وعاوزين نوصلها كده. انا خلصت بس فاضل حاجة، وانا بقول لك خليك زي الشيخ محمد، زي الشيخ ابو دريس، زي الشيخ واحد اتقال له زمان خليك زي الشيخ محمد حسان، فعاد يجتهد ويحفظ خطب ويحفظ دروس ويحفظ ويروح ويجي، بس ما كلوش قبول زي الشيخ محمد حسان، وراح اتحرك بين الجوامع. بس الله اعلم نيته كانت عامله ازاي، نفسيته هو كان لما قالوا له كده فدماغه ان ايه، فقعد يروح ويجي ويتحرك ولا ما بقاش زي الشيخ محمد حسان. عمل ايه؟ الحد بقى ملحد. عالم الشهرة ما جالوش ده معايز، ما لقاش نفسه في المحاضرات والندوات وال اصل دي نيات، اصل دي قلوب، اصل ده اخلاص، ده رزق من الله. فلما بقول لك خليك زي فلان، مش ان انت نيتك تبقى عشان الدنيا، لا، خلي عندك إخلاص لله عشان نصرة دين الله ونشر دين الله، نشر التوحيد والعقيدة والإيمان والسنة هقول لك خليك زي الشيخ محمد إسماعيل،
وانت هتروح تحفظ وتكتب مش عارف ايه، وبعدين تيجي تلاقي نفسك ايه ان ما بقتش زي الشيخ محمد اسماعيل، تقول يا هو بعدين تروح تلحد خليك زي الشيخ ياسر، فانت تروح جاي عامل ايه، تروح ايتاج تجرب كده تروح في الشتاء والشبشب بتاعك يتقلع تقول مش لابس الشبشب، وبعدين تلاقي نفسك ما بقتش زي الشيخ ياسر، وبعدين تلحد الاخلاص الاخلاص. الناس دي ما شاء الله عليهم، ربنا وفقهم وارشدهم والدعوة ما شاء الله انتشرت ولنتاجها حضراتكم، وغير زي ما هم عملوا انتوا كمان تعملوا في حتتك في بيتك مع جيرانك علشان الاحوال تصلح. دي كان كلمتين عن الشيخ ابو ادريس رحمة الله عليه ورفاقه هم كلهم جزاهم الله عنا خير وحفظهم الله وبارك في أعمالهم وفي أولادهم. الشيخ حنفي سيدنا والشيخ سعيد حماد سيدنا ما بصعب شوية. الشيخ أحمد بيقول إيه نبذة عن الدعوة في الدخيلة بدأت إزاي، ده موضوع ما يحتاج حكوي يعني شوية، وانتوا خلاص عايز امشيكوا بقى خلاص بعضكم ايه بدا ايه حي. الحمد لله انتوا صبرتوا معانا لحد كده يعني، ان شاء الله تيجي فرصه ونتكلم يعني. لكن الختام الختام ايه، الناس دي احنا لنا اداره ولنا قياده ولنا يعني مرجعيات شيوخنا واساتذتنا، واحنا في واقع الاسلام يهدم زي ما سمعتوا كده في الشيخ ياسر بيتكلم، العقيده بتتهدم زي الاستاذه اللي قالت لو ربنا دخل الدكتور مجدي يعقوب النار يبقى ظلمه. الله ليه؟ اصله بيخدم الناس ومشهور وعمليات، هو دخول الجنه اساسه الاحسان الى الناس، اساسه العقيده، اساسه العقيده. ما عبد الله بن جدعان امنا عائشه سالت النبي ابن جدعان كان يطعم وكان يتصدق وكان النبي الله في النار، مش هو ده المقياس؟ انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما عندوش ايمان باليوم الاخر، الايمان عنده مهدوم. فالنهارده بيهدمه يقول لك مش المسلمين بس اللي هيخشوا الجنه، ايوه المسلمين بس، الموحدين بس من كل الامم، ما هو كل الامم اسلام. دلوقتي ما يعوا القضايا الدكتوره مره والشيخ ده مره والشيخ ده مره والشيخ ده مره، بقت العقيده الان مهلهله مهلهله، قضايا العقيده بهتت بهتت واتنست من زمان، ما عدناش بنتكلم فيها للاسف الشديد. المنهج ضاع بهت يعني، مش ضاع، مطلوب بقى عوده تاني صحوه من اول وجديد، نشوف الشيوخ دول بداوا ازاي والشغل ده بدا ازاي والدعوه دي بدات ازاي، ونمشي في ضوءها تاني، نكرر تاني ونعيد من الاول من اول وجديد عشان الاحوال تتصلح، لان احوال الامه صعبه في فلسطين وحول العالم. الحمد لله بتتحسن بتتحسن، الناس في فلسطين الاهالي المدنيين صابرين وثابتين ما شاء الله عليهم، والناس المجاهدين ما شاء الله عليهم، والضفه الغربيه هتشد حيلها ان شاء الله ما شاء الله عليهم، والمسلمين في انحاء العالم يفوقوا وينتبهوا، لسه في جولات تانية. المستقبل لهذا الدين، المستقبل للاسلام، الاسلام قادم ومحتاج رجال بنوعية ايه عالية مش هشة. الاسلام قادم والخلافة قادمة والمستقبل لهذا الدين، بس محتاج رجال اقوياء اقوياء يغلبوا نفسهم، مش ان هم كانوا كويسين في رمضان واتقلبوا بعد رمضان، لا. واحد من العباد كان فيه أغنية في زمنه، أغنية بيغنوها المغنين وكده،
الأغنية دي بتقول إيه؟ كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل. لما سمع الأغنية قال ده أنا. كل يوم تتلون يعني مع الله، كل يوم تتلون، مرة مع القرآن ومرة مع الأغاني ومرة مع الله الله الله، كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل. أنت قول لنفسك من عمال تلون، مرة في رمضان في الجامع والاعتكاف، وبعد رمضان هاجر للقرآن وهاجر للقيام، إيه التلون ده؟ استقم كما أمرت، استقيموا يرحمكم الله، الطويل الطريق طويل ومحتاج رجالة، وهنوصل بإذن الله قريب. أسأل الله أن يحفظ الدعوة وشيوخ الدعوة وقيادة الدعوة وأعضاء الدعوة وشباب الدعوة ونساء الدعوة وصغار الدعوة وكل المسلمين. أسأل الله أن يجمعنا على خير مرات ومرات. وإنتوا مجموعين في اللقاء ده يا جماعة عشان تتشجعوا، عشان الدعوة بتقول لكم إحنا مهتمين بيكم الشباب، وياريتكم تتعرفوا على بعض، اللي من الدخيلة واللي من العجمي واللي من الورديان واللي انتم من مناطق متعددة، اعرفوا بعض، اتعرفوا على بعض وسلموا على بعض واحفظوا وجوه بعض. انا فاكر اول مرة نسيت اقول لكم ان جنازة الشيخ ابو ادريس اتعمل في مسجد الفتح الاسلامي، لانه ده كان مركز الدعوه قديما زمان. الاخوه اللي تعرف مسجد الفتح ولا سمعوا عنه، العصر الذهبي للدعوه كان في مسجد الفتح، المحاضرات والخطب والدروس كان في مسجد الفتح لرمزيه. فالجنازه اتعملت في المسجد ده لانه التاريخ بالنسبه للدعوه، طبعا دلوقتي ما عادش مع الدعوه بس تاريخ، اتعملت جنازته في المسجد اللي شهد تاريخ الدعوه دي. فانتوا اتعرفوا على بعض ومساجدكم. انا اللي خلاني قلت الموضوع ده ايه؟ انا فاكر اول مره اروح مسجد الفتح وفاكر الوجوه، وبعدين في يوم جنازه الشيخ ابو ديش لقيت واحد، قلت له انا كنت بشوفك هنا من 40 سنه. قال لي وما زلت باجي. انا مش جاي. قال لي انا ما زلت موجود في المسجد، مش عايز اقول اسامي. بقيت فرحان قوي ان فاكر شكره زمان وبيأذن حضر 40 سنه. اول يوم اروح مسجد الفتح لقيت واحد بيقول لي ايه، انت جبت كتاب الشيخ ابو الفرج؟ الشيخ ابو الفرج مين ابو الفرج؟ ما اعرفش لسه في الاول مين الشيخ ابو الفرج. الشيخ محمد اسماعيل، ما كانش حد يقول عليه الشيخ محمد اسماعيل، كل يقول الشيخ ابو الفرج الشيخ ابو. فالاخ بيقول جبت كتاب الشيخ ابو الفرج؟ لا، هو مين الشيخ ابو الفرج؟ يقول الشيخ محمد اسماعيل. كتاب ايه؟ الكتاب عودة الحجاب. فين؟ قال لي بره. طلعت بره لقيت الاخوه ما شاء الله متجمعين على كده وبيخطفوه من بعض. ايه الموضوع يا جماعه؟ بدات ما اعرف موضوع الكتب والقرايه والحاجات بقى عالم تاني. قريتوا كتب الشيخ ابو الفرج؟ لا، حتى شيخنا ده الاخو مقروش الكتب ده. مشكلة، احنا في جيل تاني، عودة تاني للبدايات، وعودة للأصول، وعودة للشيوخ، وعودة للمنهج، علشان نتقابل تاني بإذن الله قريبا، وقد تغيرت الأحوال إلى أحسن الأحوال. اللهم هيئ للمسلمين من امرهم رشدا. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، وهيئ لنا من امرنا مرفقا، ودبر لنا فانا لا نحسن التدبير. اللهم اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين ونساء المسلمين ورجال المسلمين. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم افتح قلوبنا للحق والايمان. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم
اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم يا رب العالمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم بصر المسلمين بمكائد الأعداء، اللهم بصر المسلمين بمكائد الأعداء، اللهم نبه قلوب المسلمين وأحيي قلوب المسلمين وأيقظ قلوب المسلمين من غفلتها. اللهم ثبتنا على ما تحبه وترضاه، واستعملنا في نصرة دينك يا رب العالمين، واستعملنا في العمل لخدمة دينك يا رب العالمين. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.